شلونكم؟ حلقة جديدة من حلقاتنا، ويانا اخويا الحبوب الحلو ابو لحية. ليلك شنو رايكم بجاية الخبوسة؟ فرحانين رجع. اجيكم افري. اهلا وسهلا بحبايبي متابعي القناة، اليوم راح تكونون ويانا بجولة ويا قبس خلال زيارته انه، وشلون هو عزمنا على محل حلويات عربي وعلى مطعم يمني. كونوا ويانا وإن شاء الله تعجبكم الحلقة. هنا دا تشوفون نقاشات قبس وشمس وليلك على كل شيء، يتناقشون على وين يروحون، بعدين يتفقون راح نروح حلويات شاتلة، يتناقشون على يا نوع من المطعم اللي راح نروحه، وبعدين راح نروح المطعم يمني. طبعا طول الطريق من أناربر ديربون هم حاجي حاجي حاجي. كونوا ويانا وإن شاء الله تعجبكم الحلقة. وصلنا المحل الحلويات اللي نحبه، وهو طبعا مكان يجتمعون به كل العرب مدينة ديربون من ولاية ميشيغان. فتشوف كل الناس موجودين هم عرب، وكل الحلويات العربية متوفرة بهذا المحل. طبعا قبس يحب الكنافة، وشمس وليلك يحبون الكنافة، وهو عازمنا على الكنافة، بس أنا وشمس اتفقنا انه نناقش نقاش حاد، ذلك كنا متفقات عليه، نشوف شلون احنا متفقات عليه ويحاول يدافع عن نفسه. ان شاء الله تعجبكم الحلقة. وصلنا للمطعم اليمني اللي قبس كل ما يزورنا لازم نروح له، لأن يذكره بفترة مهمة بحياته قضاها باليمن، وخواته أيضا يحبون المطعم اليمني، وإحنا أيضا نحب المطعم اليمني لأن يذكرنا بتفاصيل حياتنا اللي قضيناها باليمن. إن شاء الله ترجع مثل ما كانت، بس وقت الدفع الـ 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 الحساب تبدي مشكلة من يدفع، بين قبس وشمس وأبوه، فقبس يصر إلى أنه يدفع الحساب، وبالنهاية ينتصر لأن هو اللي يدفع الحساب عن العشاء. وبعد ما خلصنا العشاء والحلويات بالأمكنة العربية بديربون، رجعنا للبيت، وطبعا اللي يسوقنا للبيت هو قبس، والطريق طبعا حوالي ساعة للبيت. إن شاء الله عجبتكم الحلقة، وإذا عجبتكم خليكم ويانا، مع ألف سلامة.